للمزيد ينضم إلينا من لندن عمر إسماعيل، نائب رئيس حزب العمال البريطاني. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. ونحن نتحدث عن تكلفة كبيرة جدا إذا ما بقي هؤلاء المهاجرين غير النظاميين في دول الاتحاد الأوروبي وأيضا في بريطانيا. بداية، لا نعرف ما القيمة التي ترغب بريطانيا في دفعها فيما يعرف بهذا الترتيب مع رواندا. الأرقام ربما متضاربة في عدة مواقع، لو توضح لنا هذا الرقم بداية من فضلك. بداية، قبل أن تقلع أي طائرة من بريطانيا متوجهة إلى رواندا، الحكومة البريطانية صرفت ما يقرب من نصف مليار بليون جنيه استرليني، ما يعادل 3 تريليون جنيه مصري، لإعطاء المشاهد. طيب، بالدولار تقريبا. بالدولار يعني تقريبا 2.5 تريليون دولار. لا آسف، أنا ما أعرفش سعر الدولار بكم دلوقتي. طيب، لكن احنا بالاسترليني نصف مليار استرليني. ولم تقلع أي طائرة حتى الآن من أي مطارات المملكة المتحدة متجهة إلى رواندا. إذن هي كلفة مرهقة بالنسبة لبريطانيا، وبالذات أنها يعني تعيش ظروف ليست مثالية، بالذات بعد البريكزيت. طبيعي من الطبع، لكن كذلك لابد من التنويه أن هذا المشروع أو هذا القرار يتيح للحكومة البريطانية بالترحيل بهذا العدد، وهو العدد الذي أعلنته وزارة الداخلية البريطانية عبارة عن 100 شخص فقط في أول فوق. رواندا ليس عندها المساحة التي تسع أو القدرة أنها تستوعب الأعداد الضخمة التي تصل إلى شواطئ المملكة المتحدة. الاتفاقية التي برمت مع رواندا تتيح بتهجير 100 شخص فقط لا غير. يتوقف تكلفة هذا الشخص بترحيله وإقامته في رواندا يعني تبلغ حوالي 30,000 جنيه استرليني في السنة. هناك كذلك التزامات. طب إذا قررنا هذه الكلفة سيد عمر، وعذرا للمقاطعة، مع كلفة بقاء هؤلاء في بريطانيا، يعني هل هناك وفر إذا ما تم ترحيلهم إلى رواندا بالفعل؟ أنا دعيني بس يعني أوضح صورة يمكن تختفي على كثير من المشاهدين في دولنا العربية وفي مصر بالذات. المشكلة ليست مشكلة المهاجرين، المشكلة أن هناك عناصر متطرفة في الحكومة البريطانية الآن. لعل السبب من هذه تواجد هذه العناصر هي نسبة الهجرة التي ارتفعت في الوقت الحالي وفي مؤخرا، وأشار عليها السيد الفاضل المراسل من بلجيكا. لكن استخدمت هذه أو تستخدم هذه القوانين والمناهضة للهجرة الغير شرعية وحتى الهجرة الشرعية لأغراض سياسية فقط. نحن الآن على وشك عقد انتخابات برلمانية، زائد الانتخابات المحلية التي ستعقد في خلال الأسبوعين القادمين. تستخدمها الأحزاب اليمنية المتطرفة لتأجيج الشعور ضد المهاجرين عامة. لو نظرنا إلى نسبة المهاجرين الغير شرعيين الذين يأتون عبر بحر المانش، يمثلون 2.5% من عدد المهاجرين الذين يصلون بطريقة غير شرعية بطريقة شرعية إلى بريطانيا دخولهم رسمي عملا. الأغلبية العظمى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قادمين من الهند وكذلك أوكرانيا بسبب ظروف الحرب. هناك في يعني الناظر الذي ينظر إلى مثل هذه الأحداث بالذات مع أوكرانيا، بريطانيا فتحت أبوابها للأوكران الأوروبيين، ولكنها قفلت الأبواب أمام الأفغانستان الذين ساعدوهم في
في أفغانستان أثناء الحرب التي استمرت ما يقرب من 20 سنة. أغلقت الأبواب أمام جميع المهاجرين الغير شرعيين أو حتى الشرعيين منهم أمام غير العرق الأبيض. وأنا لا أدعي هناك كان السياسات التي تتبعها بعض الحكومات الآن في يعني أوروبا هناك شبهة عنصرية تلمح مما لا شك فيه، مما لا شك فيه. ليس فقط في بريطانيا، ولكن الاتحاد الأوروبي بأكمله فتح أبوابه لهجرة الأوكرانيين لدولهم بدون أي اعتراض على يعني نوعية المهاجر الذي غادر أوكرانيا، نعم. سواء كان له سوابق سياسية مخالفة للقواعد وسياسات الاتحاد الأوروبي، عنصرية كانت أو فاشية. فيعني هناك هذا يدعو على التساؤل. كذلك لابد أن ننظر للمشكلة، المشكلة التي تعاني منها أوروبا وتعاني منها بريطانيا، أن هذه المشاكل خلقت أساسا بسبب سياسات أوروبا وبريطانيا اتجاه هذه المناطق الساخنة في العالم. طيب، هذا هو البعد السياسي ربما، لكن إذا تحدثنا يعني في البعد الاقتصادي والكلفة هنا، يعني هل هو من الأوفر بالنسبة لبريطانيا أن ترحل هؤلاء إلى رواندا وتصدر المشكلة إلى بلدان بعيدة عنها جغرافياً؟ أم أن بقائهم من الناحية الاقتصادية والكلفة المادية ربما أسهل في بريطانيا، لأنه في النهاية هذه عمالة تساعد الدول التي لم يصبح لديها عدد كبير من الشباب ليقوموا بالأعمال الشاقة ربما؟ للتوضيح فقط لغير، المهاجر غير الشرعي عندما يصل إلى شواطئ بريطانيا لا يحق العمل، لا يحق له العمل. هناك من ينادي يعني بعض الجهات الرسمية لكنها وغير الرسمية. قوة عاملة محتملة، أليس كذلك؟ قوة محتملة، قوة عاملة محتملة، ولكن اللون، العرق، الاختلاف الاجتماعي، الاختلاف الديني، الاختلاف السياسي، بيدعو كثير من المناطق التي يستوطن فيها هؤلاء القادمين بالطرق غير الشرعية، غير مقبول من المجتمعات المختلفة. كذلك هناك جمعيات وهناك منظمات تناهض عملية التهجير، ليس فقط على أساس العدد، ولكن على أساس العرق، وعلى أساس أنها ستكون سبب لتحويل بريطانيا من العرق الأبيض والوضع سائد الآن إلى عرق مختلف كأمريكا على سبيل المثال. هناك يعني أجناس مختلفة في أمريكا يتعايشون معهم بسلام. طيب، بريطانيا لم تستطع أن تتعامل بهذا الملف إلى الآن لأنها ما زالت يعني تنظر من إلى السخرية ماضيها. إنه رئيس الوزراء الآن ريشي سوناك هو من العرق الذي يعني يتم الجدل حوله. سيداهمنا الوقت سيد عمر، أريد أن أعرف منك موقف حزب العمال. هو رافض لهذا القانون، لكن ما البديل الذي يقدمه حزب العمال؟ البديل رفض، طبعا حضرتك وضحتي أن حزب العمال رافض عند قدوم بعد الانتخابات، وإذا نجح حزب العمال، وإن شاء الله حزب العمال هينجح في الانتخابات القادمة، سيتم إلغاء هذا القانون تماما، ولن يتم ترحيل أي من القادمين إلى بريطانيا بطرق شرعية أو غير شرعية إلى رواندا. مشروع رواندا مشروع غير إنساني، قانون الدولي يمنعه، قانون الاتحاد الأوروبي يمنعه، قوانين دول كثيرة أو قوانين كثيرة في العالم تمنعه. من حق القانون قوانين الأمم المتحدة تماما يعني ضد هذا. كذلك ما يعني لابد أن نضع كذلك في نصب العين أن تمرير هذا القانون في مجلس النواب الأمس ليست هو النهاية. ما زال هناك المحكمة الأوروبية التي ممكن أن تصطدم مع الحكومة البريطانية بسبب ترحيل
اللاجئين إلى بريطانيا. طيب السؤال الآخر، هل ستكون إقامة طالبي اللجوء في رواندا دائمة أم مؤقتة؟ لا نفهم هذه النقطة. هذه يعني ما زالت نقطة تبعث على الاستعجاب، لأن هناك يعني ما يقال في هذا القانون والقارئ لهذا القانون، أنا قرأت هذا القانون كذا مرة من 3 سنين، من عندما طرح للنقاش. من الواضح أن حكومة رواندا لها الحق في أن توظف هؤلاء في اقتصاد بلدها، وتعطي لهم حقوق الجنسية كذلك. هذا مفهومي، ممكن أكون أخطأ فيه، أنا لست محامي، ولكن هل هذه هي رغبة المهاجر؟ سيتم طبعا بحث حالات المهاجرين غير الشرعيين في رواندا، وإذا كان لهم الحق في العودة إلى بريطانيا، أعتقد أن القانون قفل هذا الباب تماما وأغلق هذا الباب تماما. قانون لا يسمح بعودة المهاجرين نعم، الغير شرعيين إلى بريطانيا. شكرا جزيلا لإيضاح هذه النقاط ضيفنا من لندن عمر إسماعيل نائب رئيس حزب العمال البريطاني.